للحديث أكثر عن الصراع السياسي على المناصب في العراق والخلافات الطاحنة بين أحزاب البيت الشيعي كما يطلق على نفسه وأيضا دخول الميليشيات على خط الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. سيد نظير، مرحبا بكم. يعني للمرة الثانية خلال أيام تشكل ما تسمى قوى البيت الشيعي السياسية، تشكل لجنة سباعية جديدة. هذه المرة مهمة اللجنة يختلف عن سابقاتها وهو إبلاغ برهم صالح بأنها ترفض تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة. لكن السؤال المطروح هنا، إلى متى ستظل الأحزاب تجرب وتغير وتبدل على حساب وقت الشعب العراقي؟ تفضل أستاذ نظير. مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني ما يحدث الآن للقوى السياسية الشيعية هو تخبط واضح وانقسام فيما بينها، ولا أظن أنها ستجتمع على رأي واحد في المدى المنظور، حيث أن الاجتماع اللي ذكرته يعني أبرز الكتل والكتل السياسية الشيعية لم ينفض على رأي موحد، إنما أيضا انقسم، وأربعة من كبريات هذه الكتل قررت أن ترسل موفودين لبرهم صالح إعلان رفضهم لعدنان الزرفي، وأيضا هناك تلميح لإعادة ترشيح نعيم السهيل كمرشح توافقي. ولكن هناك ثلاث كتل رئيسية عقدت اجتماع ما بعد هذا الاجتماع الذي أشرت إليه، اللي هو يعني عمار حكيم وكتلته، وأيضا كتلة سائرون التابعة للصدر، بالإضافة إلى كتلة ثالثة أعلنت يعني تأييدها وأعطاها الضوء الأخضر لعدنان الزرفي لتشكيل حكومة. كان هذا الاجتماع الثاني ملفت للنظر، لأنه ضم أيضا هادي العامري الذي هو كان خلال الأيام الفائتة من أشد المعارضين لعدنان الزرفي. فهناك حقيقة تخبط في القوى السياسية. طيب، على ذكر التخبط أستاذ نظير، هذه الخطوة، خطوة تشكيل لجنة سباعية، تأتي بعد انتهاء اجتماع الكتل الشيعية في منزل عمار الحكيم كما تفضلت به قبل قليل، لكن هذا الاجتماع لم يحسم الجدل القائم. هل نحن أمام أزمة يمكن أن تندلع بين الكتل المؤيدة لترشيح عدنان الزرفي والرافضة له؟ يعني أنا أتوقع أن عدنان الزرفي ستكون حظوظه أفضل بكثير من حظوظ محمد علاوي، ذلك لأنه يعني هو يحظى بدعم الكتل السياسية الكردية، بالإضافة إلى الكتل السياسية السنية، وإلى قطاع واسع أيضا من الكتل السياسية الشيعية. فيعني سائرون هي لم تبدي رفضها لعدنان الزرفي، كذلك عمار الحكيم، وكذلك يعني كتل أخرى يعني مثل كتلة النصر الذي هو ينتمي أصلا إليها يعني عدنان الزرفي. وبالتالي فمن السهولة سيجد أنه يحظى ب يعني أغلبية نيابية لتشكيل حكومته. لكن المشكلة ليست في هذا الموضوع، المشكلة أنه هل إيران وأطرافها بداخل العراق ستبقى مكتوفة الأيدي في ترشيح شخصية كما يقولون عنها أنها مقربة إلى الأمريكان؟ أنا أتوقع أن هذه الأطراف الموالية لإيران سواء أحزاب أو ميليشيات ربما سترتكب حماقات لإرباك الوضع السياسي والأمني داخل العراق. على ذكر الميليشيات أستاذ نظير، كتلة الصادقون التابعة لميليشيا العصائب، يعني وصفت رئيس الجمهورية برهم صالح بالخائن للدستور وأنه يجب مقاضاته. ماذا قرأت من هذا التصريح أستاذ نظير؟ يعني هذه هي ليست المرة الأولى التي يتهمون رئيس الجمهورية بالخيانة، سبقها يعني ميليشيات النجباء وغيرها من الميليشيات التي اتهمت الرئيس برهم صالح بالخيانة وبيعني شتى الاتهامات. لكن أنا يعني فقط أريد أن أربط ما بين ضربة يعني الميليشيات عندما ضربت صواريخ على معسكر التاجي للمرة الثانية، لم يكن هناك رد أمريكي مباشر كما فعلت في المرة الأولى. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لربما تدخر ردها على تلك الميليشيات إلى حين إعطاء الفرصة لتشكيل حكومة. فإذا ما
قامت تلك الميليشيات بعمل استفزازي لحكومه عدنان الزرفي الوليده، ربما ستضرب هذه الميليشيات من قبل القوات الامريكيه بحجه انها ردا على ضربتها لمعسكر التاجي، ولكن في حقيقه الامر هو لكسر جناح الاطراف المواليه لايران ودعم لعدنان الزرفي الذي هو يعتبر يعني اذا لم يكن مقربا للامريكان فهو على الاقل ليس موالي للجناح الموالي لايران. يعني تعقيب وعطفا على ما ذكرت، ساتناول موضوع تصريح الامريكان الذين عبروا عن خيبه امنهم في حمايه قواتهم، ولكن دعني اعود الى موضوع ان الميليشيات وصفت برهم صالح بالخائن. ألا نفهم من هذا التصريح أن العراق ربما في الأيام القليلة القادمة ذاهب للسيناريو الأسوأ أستاذ نظير برأيكم؟ يعني أنا كما قلت لك يعني أنا أتوقع أنه إيران وأطرافها وأذنابها في العراق سوف لن تقف مكتوفة الأيدي حول يعني تشكيل حكومة عدنان الزرفي، ولكن يعني أنا أقول لك أن خيارات إيران أصبحت شيئا فشيئا محدودة بعد خاصة بعد زوال من كان يوحد تلك الأذناب وتلك الميليشيات. ولكنهم أستاذ نظير لكنهم استبدلوه بعلي شمخاني. علي شمخاني عندما أتى إلى بغداد قبل حوالي 8 أو 9 أيام يعني هو الذي أعطاهم الضوء الأخضر بتشكيل لجنة سباعية، إذا التأثير الإيراني موجود أعتقد أستاذ نظير. ما زال الجهد الإيراني مستمر، ولكن ما مدى فعاليته؟ هل هي نفس الفعالية عندما كان قاسم سليماني هو من يدير المشهد؟ أنا أتوقع أن تلك الفعالية قلت بكثير، وإذا ما نجح عدنان الزرفي في تشكيل حكومته فأعتقد أن ربما يعني أكثر من 70% من النفوذ الإيراني سوف يتقلص في العراق، لا أقول سيختفي 100% لأن ما زال ربما المشوار طويل لإقصاء هذا النفوذ الإيراني داخل العراق، ولكن سيتأثر بشدة لا سيما وأن الآن إيران هي تمر ايضا باضعف حالاتها، لذلك هي ليست لديها القدره على يعني قياده اتباعها وتوجيههم بالوجهه التي هي تريدها ضد يعني ما يسمى بالنفوذ الامريكي. اعود الى نقطه خيبه الامريكيون او خيبه الامريكيين عن في املهم بالحكومه في بغداد في انها فشلت وقصرت في حمايه قواتهم، وذلك مثل ما تفضلت به استاذ نظير بانه القوات الميليشيات قصفت قاعده التاج العسكريه يوم السبت الماضي للمره الثانيه، ولكن هل يعني ان الولايات المتحده ستتولى هذا الأمر أمر قصف الميليشيات، وذلك لأنها قامت بعملية قصف الميليشيات وأيضا هي التي قتلت قاسم سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس؟ هل تعتقد أن الرد سيكون هذه المرة أمريكيا ولكنه سيكون أكثر شدة من الذي سبقه أستاذ نظير؟ نعم، أنا يعني أقول لك التعبير عن خيبة الأمل هذه هي ربما يتم قراءتها بطريقة أخرى بأن الأمريكان الآن ليست لديهم ثقة بالحكومة الحالية أو بالنظام السياسي الحالي بأنه لديه القدرة على الوقوف أمام تلك الميليشيات وحماية القوات الأمريكية أو قوات التحالف داخل العراق، لكن يعني عزم الأمريكان على توجيه ضربة عبرت عنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حيث قالت أنها الآن في طور دراسة ما هو الرد الأنسب على الميليشيات، بمعنى أن الرد سيكون حاضر موجود ولكن كيف طريقته هي الآن يتم مناقشته، لكن أنا برأيي الشخصي أن الولايات المتحدة سوف لن توجه ضربة للميليشيات في هذا الظرف يعني إعطاء الفرصة لعدنان الزرفي لتشكيل حكومته، وإذا ما قامت تلك الميليشيات بعرقلة جهود عدنان الزرفي في تشكيل الحكومة ربما ستكون لها ضربة، ولكن لا تقول بأننا نريد أن نرجع كفة تشكيل حكومة عدنان الزرفي، إنما ستقول إنها ردا على استهداف جنودها في معسكر التاجي. هكذا أظن أن الولايات المتحدة سوف تدير الأزمة في الأيام القريبة المقبلة. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.